حطوا الكومبلكسي تايم اللي او حساب رننج تايم، حساب وقت المحاضرة، حساب وقت الخوارزمية، حطوه يمكن بشكل نظري. فاليوم راح ناخذ احد الاساليب اللي ممكن نستخدمها لحساب الرننج تايم لاي برنامج او اي خوارزمية. طبعا عندي هذا البرنامج، هو برنامج السورتينج اللي احنا اخذناه من قبل، انه يمكن باسبوعين عندي مجموعة ارقام واريد اسوي لها ترتيب، فهو نفس البرنامج اذا تتذكرون، هذا الاسبوع اللي قبله اللي هو سورتينج اليمنت، او سوري يعني انه عندي مجموعة ارقام اريد ارتبها بشكل تصاعدي او تنازلي. فبصورة أساسية يعني بهذه الفكرة اللي راح ناخذها اليوم، انه احنا نستدعي استدعاء اسمه كلوك تي، او فدالة موجودة في سي بلس بلس في اللايبراري مالتها اسمها كلوك تي. فنطي تعريف مثلا تي نعرفه على اساس ان هو كلوك تي، شلون نعرف انتجر ان انتجر بي، هاي يعني نعرف المتغير نطي اما دبل اما انتجر هالامور. فانا اليوم راح اجيب متغير اسمه تي واعرفه على اساس ان هو كلوك تي. الخطوة اللي بعدها استدعي دالة، يعني استدعي دالة الكلوك، كأنه اني مو عرفت التي ان هي كلوك تي، اجي استدعي مثل شلون كأنه المنبه او المؤقت، احنا مرات عندنا مؤقتات بالموبايلات، فاستدعي الدالة اللي هي المؤقت واخليها في متغير التي. بعد هاي الخطوة ابدأ في البرنامج، يعني انا هاي الخطوة لازم احطها في البداية، كأنه اني هسه بديت تايم، يعني بديت من الزيرو، والكلوك تي راح تبدي تحسب زيرو وتبدي ترفع القيمة، فهنا انا احط قيمة الكلوك تي في البداية. بعدها ابدي في برنامجي اسوي انتجار وهالامور، وهاي يعني وهاي الاري اللي احنا نفس المثال انا جبته كوبي بيست خليته، يعني نفس المثال اللي اخذناه قبل اسبوعين في محاضره قبل اسبوعين اللي هو ترتيب الارقام تصاعدي، نفسها جبته كوبي بيست. هذا لا تتذكرون نار طبعناه. اخر البرنامج بعد ما اكمل عمليه البروسيسنج اجي اسوي هاي الخطوه اللي هي تي تساوي كلوك تي ناقص تي. ها شنو الموضوع؟ انه انا في البداية اسوي التايم مثلا اخليه اشغل الساعة وتبدي الساعة تشتغل، في الخطوة هذه اسوي عملية طرح، اقول له من هاي النقطة يعني شلون اخذ الوقت الازاحة، اسوي طرح التايم الكلي ناقص التايم الجزئي. ايضا استدعي هاي دالة الكلوك، راح اسجل لي التايم اللي موجود به هسه البروسيسنج، يعني هو الكلوك تحسب البروسيسنج تايم او وقت المعالجة مات البروسيسر، فهي بالبداية حسبت البروسيسر سيبته في التي، كأنه خلينا نقول مثلا الكلوك انطها رقم 30 يعني نفرض 30، اجى هنا ورا ما خلص المعالجة الكلوك اللي تحسب وقت البروسيسنج تايم مات المعالج انطاني تايم 50، فأني حتى أحسب الوقت من 30 إلى 50 إيش أسوي؟ أطرح 50 ناقص 30 فيطلع لي 20، والعشرين هو التايم اللي استغرق لتنفيذ هذه الخطوات. يعني أنا هنا هاي دالة الكلوك أنطتني وقت الوقت المعالج، مثلاً قلنا يعني هذا المثال هذا هنخليه هيك، كأنه إنه أنطتني وقت المعالجة البروسينج تايم وقت إيش قد أنطاني مثلاً القراءة مالت الكلوك تي قلت لي 30. خلصت المعالجة دكتورة، بس وافقي اكو طلاب يردون يدخلون وما قاعد يقدرون. ماشي هنا نجيب دالة الكلوك اللي تنطيني شلون يعني حساب. هنا نستدعي دالة الكلوك اللي تعطيني وقت البروسيسنج تايم، تقول لي وقت البروسيسنج تايم ايش قد، مثلا لنفرض انطتني قدت الساعة 30 هسه بغض النظر شنو هي يعني دقائق منت يعني اقل من الثانية وهالامور، بس كمثال مثلا قالت لي انه وقت البروسيسنج تايم هسه بدا من دقيقة 30، نفذ البرنامج اكيد التايم بدا يزداد، وصل الى فد نقطة معينة، نفرض هنا وصل التايم فد شي معين، فأنا أريد أعرف وقت التايم إيش قد، أجيب أستدعي دالة الكلوك اللي نفرض قراءته كانت 50، يعني مو اشتغل البرنامج 30 اشتغل صارت قراءته 50،
هسه اريد اعرف التايم اللي استغرق. انا ما اريد التايم بدي من اول ما شغلت الحاسبه، لا يعني تعرفون من شغلت الحاسبه البروسيسر قد يشتغل، واكو بي تايم شغلت الحاسبه فتحت البراوزر وهالامور كلها التايم بدا يشتغل. فهذا الامور كلها استغرقت لحد دقيقه 30. لما بديت بال 30 انا جاي انفذ هاي البرنامج، البروسيسر تايم هم بدا يشتغل هم بدا يعالج الى ان وصل الى دقيقه 50. فأنا ما أريد أن يبدي من الصفر إلى الخمسين، أريد أن لا أريد من بداية تشغيل هاي الخوارزمية أو بداية تنفيذ عملها. فالبداية هو من 30، فأقول لا 50 ناقص 30 راح يطلع الناتج، وهنا يكون الناتج 20 المفروض يعني حسب هذا المثال. هسه وصار عد التايم يعني التايم وقت الإزاحة ما بين بداية البرنامج إلى نهاية البرنامج. هنا أجي أطبعه بشكل اعتيادي حتى يعني هنا التايم ما راح يكون بالثواني اللي احنا نفهمها، فحتى احولها بالثواني استدعي هاي الدالة اللي اسمها clock per second راح تحول لي التايم من الوقت مات المعالج اللي هو يعني اقل من الثانية، تحول ليها الى الثانية للتايم اللي انا افهمه، واقول له تي تقسيم الـ clock per second راح يطلع لي الناتج اللي هو التايم. يعني اقول هنا selection sort algorithm took هنا يحطبع لي التايد second to execute، أخذ هالقدة ثانية للتنفيذ. الموضوع يعني مو فد معقد، مو فد شيء، مجرد استدعاء لدالة الكلوك. على أساس دالة الكلوك يعني أشغل كأنه التنبيه، تحسب لي إيش قد استغرق البرنامج التنفيذ، وبعدين تطبع لي إياه. وهنا التايم راح ما راح يكون بالثواني اللي إحنا نفهمه، لا راح يكون إذا طبعوه راح يشوفون في الشيء أقل، فأنا أحوله للثانية حتى أفهمه. راح اقسمها على الكلوك بير سكند. طبعا انا كتبت لكم ملاحظه to convert the value to second it need to be divided by clock per second، يعني احول التايم للسكند احتاج انه اقسمه على داله او هذا الاعاز اللي اسمه clock per second، وخلاص تنفيذ اعتيادي. هذا 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 البرنامج من هنا هو نفس البرامج السابقه، يعني اي برنامج تدون تجيبوه كوبي بيست خلوه في ها يعني في هنا في الوسط بعد الكلوك وقبل هاي التي كلوك ناقص تي. اي برنامج اخذناه مثلا دايجسترا اويلر بابل سورت هالامور كلهم تقدرون تاخذوا كوبي بيست وتخلوه هنا بدون تغيير، وراح يعطيكم حساب البروسيسنج تايم اللي استغرق لتنفيذ هذا البرنامج. بس خلينا ننفذه ونشوف شنو راح يطلع ويانا. لا ماشي طلاب، هو هذا البرنامج نفسيته جبته كوبي بيست خليته هنا وانطيران. هنا راح تلاحظون انه هذا السورتد اري، هاي الاري مات اللي يعني انا دخلت اري هنا كانت ما مرتبه، هنا هاي الاري مات كانت ما مرتبه فهنا ترتبت، هنا اشتغلت هاي الخوارزمية رتبت لي اياها بهالصورة 17 29 وهالامور يعني 90 اكبر رقم. بعدين هنا انا حسب لي select sort algorithm took 5.2 e للاس minus 5 second to execute. طبعا يعني هذا التايم هو 5.2 خمس ثواني، وهذا التايم يكون متغير، يعني هسه يمكن لو نفذها مرة ثانية ما راح تعطيني 5.2، انتوا لو نفذتوا يمكن اقل او اكثر. هالموضوع يعتمد على البروسيسر مالت الحاسبة، يعني على قوة الحاسبة هالامور، او مرات الحاسبة شوية تاخذ تعرفون نفس البرنامج تاخذ وقت اطول للتنفيذ، ومرات لا بسرعة تنفذ. ف يعني هالموضوع هذا الرقم يكون متغير كل مرة، تعتمد مثل ما قلت لكم على البروسيسنج تايم، اي انه سرعة المعالجة او على وقت المعالج اللي استخدم لتنفيذ هذا البرنامج. يعني هذا كل اللي عندنا اليوم، ما اخذنا شيء جديد. فاسمع سؤالكم اذا عندكم سؤال. دكتورة اذا امكن. بلي. عندنا دالة الكلوك. يعني هاي دالة تحسب التايم يعني. شوف يعني انت شلون تتخيل الموضوع، هسه احنا اول ما فتحت الحاسب مو البروسيسنج بدا يشتغل؟ مو؟ لا اقصد يعني هي شيء محجوز، يعني مو مثلا هي كمتغير.
يعني الكلوك هي دالة ثابتة، هاي الكلوك اللي تشوفه هاي الكلوك هي دالة، هاي الساعة خلينا نقول. بس أنا هنا أجي أعرف التي كلوك تي لازم أعطيها تعريفها، ما أجي أقول التي تساوي كلوك هيجي، لأنه ما ترهم، لازم أعرف التي شنو هو. مثل ما تعرف الساعة أنا أقدر أقول له أي، يعني أي تساوي خمسة من غير ما أقول له إنه أي إنتجر، مو بالحالة الاعتيادية مثلا الساعة عندي إنتجر أي أو إنتجر إن تساوي سبعة، مو الآن بالبداية عرفتها إن هي إنتجر. فنفس الموضوع التي قبل ما أطلي أقول للكلوك هاي الساعة عندي خليها تساوي بالتي أو خليها في التي، لازم أعرفها كلوك إنه هي عبارة عن كلوك تي وهالأمور. فما أعرف يعني هل هذا يعني هذا السؤال اللي سألته هاي إجابة يعني وصلت لك الفكرة أو لا؟ تمام، وصلت وصلت. ماشي طلاب عندكم سؤال؟ بس بالنسبة للدالة مال الكلوك أجي دالة الكلوك هذه؟ هذه مرتبة ولا النت ضعيف عندي فما قاعد الشاشة جامدة يا مرتضى. انه اني مثل ما قلت لكم اول ما نشغل الحاسبة البروسيسر مو بدي يشتغل وكل هذا تايم، فيوصل مثلا لا فد انا اريد احسب، اكيد البروسيسر يجي لهذا البرنامج هم يقرأ ويعاجف وهذا كله من التايم مات البروسيسر، فانا اريد احسب انه ايش قد استغرقت عملية تنفيذ هذا البرنامج، فاستدعي دالة الكلوك اللي هي اساسا جاي تحسب الوقت، واقول له هاي الكلوك اللي بهاي اللحظة اللي يعني انت لما البروسيسر وصل هنا في هذه النقطة سجل لي التايم وخلي لي اياه في التي، لان الكلوك راح تبقى تزداد يعني تبقى يعني تبقى التايم راح يزداد، فاقول له بهاي الثانية سجل لي هذا الوقت واحفظ لي اياه في متغير اسمه تي. بعد ما سجله وحفظه في المتغير اللي اسمه تي يبدي ينفذ هذا البرنامج، خلص البرنامج طبعه وخلص اموره تمام. اكيد هنا الكلوك او التايم وصل همتي ان ازداد التايم فوصل في نقطه معينه، فانا ابدا اقول له هذا التايم اللي وصلته وانت واصل هنا في هاي يعني اذا تباوع هنا في هذه الخطوه هنا ابدا اعرف الوقت ايش قد همتي يستدعي داله الكلوك. بس انا ارد افصل لكم اياها ايش ارد اقول لك مثلا مثلا هذا اقول له مثلا اند هيك، فايش راح يصير؟ اقول له اند أو إي تساوي كلوك راح تساوي هيجي هنا إيش راح يصير؟ راح يصير إي ناقص التي راح يبدأ يطرح هنا. مثلا قلت لك وصل لهاي النقطة أقول له استدعي لي هذا التايم اللي هنا أنا إيش قد صار البروسيسر التوقيت مع البروسيسر إيش قد صار راح ينطيني الرقم ويسيب لي في متغير اسمه إي. زين هسه انا اريد احسب التايم اللي استغرق لتنفيذ هاي الخوارزميه، بس ما اريد احسب التايم اللي استغرق من بدايه فتح الحاسبه وكتابه البرنامج وفتح متصفحات، تعرف هاي الوقت كله تايم ما اريده. مش اقول له اقول له اطرح لي التي ناقصا الاي، يعني التايم الكلي ناقص التايم الجزئي اطرح لي اياه، يعني اوجد لي اياه وخلاص هي. وبعدين اجي اطبع للناتج، الناتج ما راح يكون بالسكند، فحتى احولها للسكند احتاج اقسمها على الكلوك بير سكند، وها هي هذا كل ما في الموضوع. بالنسبه للداله مال الكلوك هي ثابته هاي الداله ثابته يعني حاله حال السي ان والسي اوت داله ثابته موجوده في اللايبراري مالت السي بلس بلس. تمام واضح وضحت ماشي طلاب. هو المحاضره هم راح تنزل لكم فيديويا ان شاء الله.